النهائي المنتظر تحول إلى عرس كروي عربي بحضور منتخبين عربيين، حصان البطولة الأسود المنتخب الأردني وصاحب الأرض وحامل اللقب المنتخب القطري. لم تكن جماهير العناب والنشامى وحدها من حضرت في الملعب الذي رفع به الأرجنتين كأس العالم. عشاق الكرة العربية أتوا أيضاً للاستمتاع بالنهائي الآسيوي، وفي المشهد الختامي لم ينسى الجميع التضامن مع القضية الفلسطينية. رغم أن الكأس سيكون عربياً، إلا أن توقعات جماهير العنابي والنشامى كانت مختلفة. هي نهائيات تكسب ولا تلعب، بس إن شاء الله منتخبنا اليوم قدها والشباب قدها إن شاء الله اليوم. ما نبي إن نكون ناجحين باستضافة البطولة، نبي الكأس. إحنا جايين من الأردن لهون حتى نشجع منتخبنا، وإن شاء الله الأردن رح تفوز 3-1. الحمد لله إحنا أخوان والنهاية عرب، وإحنا عيون تنتين براس، الأردن عين اليمين وقطر عين الشمال. إن شاء الله قطر، بس حتى لو خذها الأردن ما عندنا مشكلة. في نهاية المطاف كان الفوز قطرياً بثلاث أهداف مقابل هدف على المنتخب الأردني، ليرفع العنابي الكأس للمرة الثانية على التوالي. لتنطلق فرحة الجماهير القطرية التي امتدت لساعات طويلة عقب اللقاء، بعد أن أصبح منتخبهم خامس من يحقق لقبين بطولة كأس آسيا على التوالي. مبروكين للجمهورين قطر والأردن، صراحة مستوى جدا مميز في المباراة. المهم أنها بطولة عربية وما طلعت من إيدين العرب، وهذا شيء إحنا بنفتخر فيه الصراحة. المباراة كانت كتير حلوة، لعبوا بجهد وبضمير وبشطارة، بس ما وافهم الحظ. بنحكي لهم هارد لك، وإن شاء الله زي ما قلت لكأس العالم يا رب. المباراة من أحسن ما يمكن، يعطيهم العافية، ما قصر الشباب. انتهت البطولة وأحرزت قطر كل الأهداف المتوقعة منها، من تنظيم باهر واحتضان جميع المنتخبات والجماهير في مساحة واحدة، وجعلت جميع منتخبات لغة الضاد تشعر وكأنها في بيتها. وعلى أرضها سطرت العديد من المنتخبات تاريخا جديدا. شكرا قطر. بعد أداء مثير يليق بما قدمه المنتخبان في البطولة، توج المنتخب القطري بثاني ألقابه الآسيوية، بينما خرج المنتخب الأردني مرفوع الرأس بما قدمه في هذه البطولة. شام أبو فلاح، العربي، من خارج استاد لوسيل.